للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي دكتور خالد الشافي. دكتور خالد، في البداية، كل دول العالم في الوقت الراهن تعاني من أزمة التضخم، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. بما تفسر ارتفاع معدلات التضخم العالمية؟ وهل ستستمر أم ستحجمها البنوك المركزية العالمية؟ في البداية مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين في كل مكان. معدلات التضخم في ازدياد مستمر طالما الحرب مستمرة، طالما ارتفاع أسعار النفط والطاقة ما زال يتصاعد يوما بعد يوم، فمزيد من الارتفاعات لأسعار الغاز، البترول والغاز، وبالتالي أسعار كل المنتجات مرتبطة بالبترول والغاز، وبالتالي أسعارهم في ارتفاع مستمر، بالإضافة إلى أسعار الغذاء التي أصبحت تلهب وتعمل على مزيد من ارتفاعها، يعمل على مزيد من ارتفاع التضخم حول العالم. عدم وجود سلع أساسية كثيرة النهاردة أصبح مصدر قلق لكل دول كثيرة في العالم، سواء ألمانيا، سواء بريطانيا، سواء في أمريكا نفسها. أعتقد أن البنوك المركزية برغم رفع الفائدة في الفيدرال الأمريكي 0.5% ثم 0.5% وتلاها بنوك مركزية كثير، إلا أن هذا الرفع لم يأتي بثمار في مجابهة التضخم الذي يحدث حول العالم. دكتور خالد، طب في ظل ما اتخذته البنوك المركزية العالمية من وقف وحجم أو تحجيم لأسعار الفائدة أو تثبيتها، كيف ترى انكماش الاقتصاد الأوروبي حال التخلي عن النفط الروسي بحسب التقديرات من بنك أسبانيا وبعض البنوك الأخرى العالمية؟ انكماش أولا انكماش برغم عدم اعتماد أو اتجاه داخل الاتحاد الأوروبي لإيجاد مصادر بديلة للطاقة والبترول والغاز على وجه التحديد دون الاعتماد على البترول والغاز الروسي، إلا أن في مخاطرة في مزيد من الأسعار، إلا أن في معدلات مازال معدلات النمو منخفضة، في انكماش لدول كثيرة في معدلات النمو، لأن تداعيات الحرب تأثيرات سلبية، تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي ككل دول الاتحاد الأوروبي، لأن النهاردة ما يحدث لا يستطيع أي أحد أن يتنبأ بما هي الخطوات القادمة لهذه الحرب. هل الحرب تنتهي؟ هل الحرب ستمتد إلى أطراف أخرى؟ هل الحرب والكل خاسر من هذه العالم الحرب؟ إلى حرب عالمية ثالثة؟ كل دي مسار خلاف أعتقد أنه بيأثر على الاقتصاد بشكل كبير، وهذا ما لا نتمناه. شكرا جزيلا ضيفي الكريم الخبير الاقتصادي دكتور خالد الشافعي، شكرا جزيلا لك.